السلام عليكم ورحمة الله، معكم مهندسين من مبادرة A to Z، مكملين في كورس بتاع CCNA 200-301. في القسم اللي فات اتكلمنا عن الـ OSPF كبداية له، وهو كواحد من البروتوكولات بتاع التوجيه Routing Protocol، كيف بيشتغل، وعرفنا شوية التفاصيل. اليوم إن شاء الله هنشوف كيف نقدر نعمل Configuration لـ OSPF عشان نشوف الحاجات اللي حصلت في الليسن اللي فات بيتم بالتوقيفية، أي لو عندنا أكتر من راوتر في التوبولوجي بتاعتنا وفعلنا البروتوكول بتاع الـ OSPF، كيف بيتم بناء النيبر بيناتهم عشان يكون في شنو كوميونيكيشن على مستوى شنو على مستوى الشبكة. في البداية لما جينا اتكلمنا عن التوجيه عموما، قلنا عندنا static or default or dynamic. فلما كنا نتكلم عن الاستاتيك، قلنا في الاستاتيك انه انا مثلا لو جيت مثلا هنا في R1 وعايز امشي مثلا لشبكه كم 23، كنت بقول للراوتر اي بي راوت لو انت عايز تمشي للديستنيشن، يعني انا كنت بوصف له شنو، بوصف له الشبكه البعيده، يعني بيقول للراوتر 1 لو انت عايز تمشي لشبكه 23 عندك خيارين، او تمشي من خلال المنفذ ده او تمشي من خلال شنو المنفذ، يعني بديه شنو بديه المسار المفروض شنو يمشي من خلاله. دي كان شنو في الاستاتيك. هنا العملية تختلف تماما لما نتكلم عن الديناميك، بمعنى انا بفعل واحدة من البروتوكولات بتاع التوجيه. البروتوكول هو بذات نفسه بيقوم بعلن عن الشبكات المتصلة مع شنو اول هو بيعرفه. فهنا لما نجي افعل الـ OSPF بروتوكول المستوى راوتر معين، زي ما قلنا بيتم بناء عملية بتاع النيبر، انه اي واحد بيبحث عن العلاقات بين شنو بين النيبر بتاعه. بعد ذاك اي راوتر بيقول شنو بيقوم بعلن الشبكات من خلال الـ OSPF. فانا هنا المفروض اجيب قصاد اي راوتر واعلن للـ OSPF الشبكات المتصله دايركتلي كونكتد مع شنو مع الراوتر بتاعي. فـ R1 حاليا متصل معاه شنو 2 نتورك عباره عن شبكه رقم 13 و 12. انا هنا المفروض شنو اعلم الراوتر، اقول له شنو يا راوتر خليك عارف انه في شبكات المفروض شنو تعمل له اعلان للاو اس بي اف، عشان الاو اس بي اف بعدين يقوم شنو يقوم يوزع له شنو النيبر بتاعه. نفس الطريقه هنا في الار 2 برضو اي شنو اعلن للشبكات اللي انا بعرفه عباره عن شبكه كم 23 وشبكه كم 12. في نفس الطريقه الار 3 برضو بيجي بعلن للاو اس بي اف الشبكات المفروض شنو يعرفوا اللي هي شنو 13 و23. بعد ذاك لما يكون في عمليه بتاع شنو بتاع التبادل للانفورميشن من خلال الرسائل اللي قلناها امبارح، مثلا ال اس اي مثلا، بيقوم شنو بيقوم بيعلن من خلال شنو من خلاله النت يعني بتاعه. ففي البدايه لما نعاين التوبولوجي بتاعتنا بنلاحظ انه في حاجه اسمه اريا. فلما نقول اريا بمعنى الاو اس بي اف شغال بنظام بتاع الاريا، فالاريا بقى المنطقه الموجود فيها شنو الراوترات دي. مثلا لو عندنا شبكه ونفس الشبكة عنده فروع في مدن مختلفة، فالمفروض أننا نربط بين الفروع دي مع بعض. فإلا الأريا زيرو بتمثل الرئاسة بتاعتنا، أنا بقدر بتكلم أول فروع بيقدروا بيتكلموا مع بعض من خلال شنو من خلال أريا زيرو. فهنا أننا بنتكلم عن أريا ون، عن أريا واحدة بس عبارة عن أريا زيرو. بعد ده ممكن يكون في أكثر من أريا، بقية الأرياس بيتكلموا مع بعض من خلال شنو من خلال أريا زيرو. طيب تعال نبدا نشوف الكمان المفروض من خلاله نقدر نعمل كونفيجريشن للاو اس بي اف. بس خليك عارف انه شنو دي الطريقه بتاعنا. اول حاجه شنو نجي نعمل نكون علاقه بين شنو بين R1 و R2. نشوف اول حاجه كيف بتتم عمليه بتاعت النيبر لو عندنا فعلنا البروتوكول بتاع الاو اس بي اف بين R1 و R2، وبعد ذلك من R1 لR3، وبعد ذلك من R3 لشنو لR2، لحد ما يكون في شنو في عمليه شنو عمليه كده فل مع بعض. طيب الكوماند بتاعنا لاننا المفروض نعمل كونفيجريشن للاو اس بي اف، اول حاجه لما نيجي نخش مثلا في الجانب بتاع الراوتر بتاعنا مثلا في R2 مثلا او في R1 مثلا في R2، دخلنا على مستوى شنو جلوبال كونفيجريشن مود، قلنا شنو راوتر او اس بي اف. في البدايه ذكرنا البروتوكول المفروض شنو اننا عايزين نشتغل بيها. طيب ادينا قيمه، القيمه دي اسمه شنو اسمه بروسيس اي دي. فدي قيمه انا بعلن من خلال شنو الاو اس بي اف، هو بيعرف بيه الاو اس بي اف بتاعي بياخد قيمه. القيمه ما شرط يكون شنو واحد في كل الراوترات، ممكن اي راوتر ياخد شنو قيمه مختلفه
هو مجرد قيمة بنديها لشنو؟ بنديها للـ OSP باسم شنو؟ اسمه Process ID. كده أنا شنو؟ الـ Command ده يعني أنه أنا فعلت شنو؟ الـ OSP كبروتوكول في البداية من خلال الـ Process ID. بعد ذلك الخطوة الجاية بجي بعلن عن الشبكات بتاعي، بيقول Network يعني الشبكات المتصلة معك، مثلا النتورك اللي كم لشبكة 192.168.0، أعلنت عن شبكة معينة. كلام ده يعني شنو؟ الكوماند ده يعني شنو؟ النتورك ده يعني شنو؟ يعني أنه أول حاجة هأعلن عمل أدفرتايز للشبكة دي على مستوى الـ OSPF، بمعنى الـ OSPF هيقوم يسجل الشبكة ده شنو؟ عنده. تاني حاجة هيعمل شنو؟ يعني أنه المنفذ بتاعت الراوتر اللي مؤاخد الـ IP address من نفس الرينج ده هيتم من خلاله بث شنو؟ للـ OSPF message. يعني الـ OSPF هيقوم يعمل forwarding أو يعمل يعني يبث الشبكات من خلال المنفذ دي. بمعنى لما نقول network، بمعنى أول حاجة بعمل حاجتين، أنه أنا بعلن من خلاله الشبكة دي للـ OSPF، بعديها المنفذ المؤاخد الـ IP من نفس الرينج بيرسم من خلال رسائل بتاع الـ OSPF. بعد ده هنا في قيمة تانية عبارة عن شنو؟ قيمة شبيهة لشنو؟ شبيهة للسبنت ماس، لكن هو ما سبنت ماس، اسمه وايلد كارد. الوايلد كارد عبارة عن شنو؟ عبارة عن معكوس للسبنت ماس. فلو ملاحظين ده عبارة عن كلاسي، لما جيت عشان اكتب الماسك بتاعه ما كتبت شنو؟ السبنت ماسك الديفولت، كتبت حاجة اسمه وايلد كارد عبارة عن معكوس السبن الماس. السبن الماس الكلاسي عبارة عن 255.255.255.0، عكسه أنا 255.0، هنا 255.0، هنا 255.0، وهنا شنو؟ بل 0 بقى شنو؟ 255. بعد ذاك بيخلي المنفذ ده يكون في أريا معينة، فهنا قلنا حاليا قلنا شغالين شنو؟ شغالين في أريا 0، فهقول له شنو؟ أنت في شيكم، أنت في أريا 0. دي الكوماند بتاعتنا عبارة عن اول كوماند راوتر OSPF، انه انا بفعل الراوتر بتاعي او بعلن البروتوكول بتاعي بتاع الـ OSPF بالبروسيس اي دي. بعد ذلك بجي بعلن عن الشبكات بتاعي. فدي الديسكريبشن للحاجه دي، انه اول حاجه جيت عملت ادفرتايز للنتورك بتاعي من خلال الكوماند اللي اسمه نتورك على مستوى الـ OSPF في كل الرينج بتاعتنا. بعد ذلك المنفذ ده أي يعني ان المنفذ المواطن الاي بي ده اسمه نفس الرينج هيفعل عليه شنو؟ البروتوكول بتاع الـ OSPF عشان يقدر من خلاله يرسل شنو؟ الرسالة بتاعت الـ Hello Message أو الـ Hello Package. بعد ذاك الـ Wild Card، دي الكلام اللي قلناه قبل شوية، الـ Wild Card Mask عبارة عن معكوس شنو؟ معكوس الـ Subnet Mask. أما الـ OSP أو الـ Area عبارة عن شنو؟ عبارة عن المنطقة الموجود فيها شنو؟ الراوترات. فقلنا إنه الراوتر أو لو عندنا شبكة وفي عنده فروع، نفس الشبكة عنده فروع معينة في مدن مختلفة، فأنا بيخلي عندي اريا 0 بقيه اللحظه، بقيه الارياس مثلا اريا 1 واريا 2 بيقدروا يتكلموا من خلال شنو؟ من خلال اريا 0 باعتبارها شنو؟ الرئاسه بتاعت الشبكه بتاعتنا. طيب مجرد ما انت بتفعل الكلام ده بين راوتر 1 او راوتر 2 او راوتر 2 او راوتر 3، مجرد ما حصل عمليه بتاعت يعني يعني حصلت يعني تفعيل للبروتوكول بين راوترين ديل واعلنت عن الشبكات بتاعت، على طول هتسهل شنو؟ هتسهل لك مسج بتاع الـ OSPF بين الـ R1 والـ R2 مثلا. الرسائل بتدل انه شنو؟ انه في عملية بتاع شنو؟ بتاع نيبر حصل، انه في عملية بتاع شنو؟ بيقول لك مثلا R2 هنا R3 قال لي شنو؟ انه في نيبر معاك، وهنا برضو R2 قال لي شنو؟ انت عارف انه شنو؟ في زول بيجي شنو؟ نيبر معاك. فبيجيب لك حاجة هنا في النيبر، الزول اللي بيبقى نيبر في عبارة عن حاجة اسمه شنو؟ اسمه راوتر ID، انه اي راوتر عنده الـ ID بتاعه بيبقى نيبر من خلال الاي دي بتاعه. نتكلم عن الاي دي في شنو في الليسن الجاي. بمعنى هنا الراوتر لما يبقى نيبر بالنسبه لك انت بتشيف النيبر بتاعك من خلال الاي دي، بتقول انه الاي دي ده بتاعت نيبر بتاعك. بعد ده بيقول لك هو جاي من المنفذ وبيقول لك انه في علاقه بتاعت النيبر حصل شنو؟ حصلت فول، يعني بطريقه شنو؟ بطريقه صحيحه خلاص، يعني انه العمليه بتاع شنو؟ العلاقه بيناتكم الريليشن بيناتكم تمت بنجاح بطريقه شنو؟ بطريقه ناجحه جدا مع بعض. بعد ذلك انا ممكن اجي اكتب كوماند معين، الكوماند مهم جدا شديد، عباره عن نيبر، شو اي بي او اس بي اف نيبر.
الشو اي بي او اس بي في نيبر ده بتجيب لك الراوتر ده النيبر معاك يعني، وده مهم جدا طبعا. فطالما لسه ما بقت نيبر، ما بقيت نيبر بمعنى ما في اي شنو، ما في اي اعلان للشبكات بيناتكم، ما في اي عمليه اسمها اد جيسنسي، اي عمليه بتاع الادفرتايز بيناتكم ما بتتم بصوره كويسه جدا، لانه انت ما نيبر، لانه اي راوتر بيقوم بيعمل ادفرتايز للنتورك من خلال للنيبر بتاعه. فطالما انت لسه ما بقيت نيبر بمعنى شنو، ما هتصل شنو الابديتس. فهنا لما تكتب الكوماند ده، الكوماند ده بيقول لك انه انت عارف انه في نيبر معاك. فلو انت مثلا عندك راوترين متصلين معاك، المفروض تظهر لك نجم اثنين نيبر. لو انت عندك ثلاثه راوترات متصلين معاك، المفروض تظهر لك شنو ثلاثه نيبر. لو انت عندك اربع راوترات متصلين معاك، المفروض تظهر لك شنو اربع نيبر. فعلى حسب الراوترات المتصله معاك، المفروض تظهر لك شنو نيبر. فهنا حاليا شنو عندنا شغالين بين الراوتر 2 وراوتر 3، فقلنا انه في نيبر R1 هنا R3 في نيبر ظهرت، وهي عبارة عن ده عبارة عن الاي دي بتاعت R2، و R2 قال له انه هنا في نيبر معاك، فده عبارة عن الاي دي لشنو لار شنو لار 3. فاي زول بيسحر له في التيبل بتاعت النيبر الاي دي بتاعت الراوتر اللي هي بيكون شنو نيبر بالنسبة له هو بعد. زي ما قلت لك بنتكلم عن الراوتر اي دي في ليس مختلف مع بعض. طيب بعد ذاك ممكن تشوف حاجة اسمه راوتر اي دي ذاته، يعني انه الزول اللي ظهر لك انت ذاتك او انت ذاتك الاي دي بتاعك المفروض تظهر للناس من خلاله، بشيء من خلال كوماند اسمه شو اي بي بروتوكول. الشو اي بي بروتوكول بيظهر لك الراوتر اي دي. اول حاجة بيقول لك انه انت شغال بالاو اس بي اف واحد، او اس بي اف رقم واحد، بعدها بيقول لك انه الراوتر اي دي بتاعك عبارة شنو عبارة عن الرقم ده، ده شنو رقم اي دي، ده الرقم شنو؟ ده الراوتر اي دي بالنسبة لك انت مع بعض. نفس الطريقة الراوتر 3 ده الراوتر شنو اي دي بتاعه، بمعنى في النيبر تيبل، في النيبر تيبل لو عملنا الشغل الاي بي نيبر ل ار 3 بنلقى شنو ندخل لنا شنو القيمة دي او الاي بي ده، ولو جبنا لمستوى شنو ار 2 قلنا شو اي بي نيبر هتظهر لنا شنو هتظهر لنا الاي دي بتاع شنو بتاع الراوتر ده. دي الفكرة شنو؟ دي الفكرة الأساسية بتاع شنو بتاع عملية بتاع الكونفجريشن لشنو؟ لـ OSBF. كيف تعمل كونفيجريشن للاو اس بي اف؟ زي ما قلنا قبل شويه، انت من البدايه تجي تعلن عن الشبكات بتاع ار 3 هنا، ار 3 هنا او في ار 1 هنا، بيجي بيقول نتورك لشبكات شنو؟ لشبكات 13 ولشبكات شنو؟ 12. بيجي هنا المستوى ار 2 بيقول نتورك لشبكات كم؟ 12 ولشبكه كم؟ 23. بقي هنا بيقول نتورك لشبكه كم؟ لشبكه 13 ولشبكه شنو؟ 23. بعد ذاك لما يتم عملية بتاعة شنو؟ عملية بتاعة عملية بتاعة الادفرتايز بين كل الراوتر، اعلنت كل الشبكات بتاعي بين الراوترات. بعد ذاك بتتم عملية بتاعة شنو؟ عملية بتاعة النيبرنج بكل التفاصيل، وكده بيكون شنو؟ بيكون عملية تمت بنجاح، والشبكات ممكن شنو؟ بشيف بعد كل التفاصيل. بعد ذاك بفعل الخاصية بتاعة شنو؟ هو الكوماند اسمه شنو؟ اسمه شو اي بي راوتر او اس بي اف، او شو اي بي روت او اس بي اف. بتجيب لك الشبكات المتصلة او الشبكات اللي انت شايفه من ضمنها، ممكن يكون شبكات بتاعت الدايركت كونكتد، ممكن شبكات اي شبكة انت شايفه على مستوى النتورك بيقوم يجيب لك على مستوى شنو. زي ما زمان كنا بنكتب شنو شو اي بي روت في الستاتيك، فكان بيجيب لنا شنو الشبكات اللي شنو اللي انا ممكن شنو اشوفه من خلال شنو المسار المفروض امشي من خلاله مع بعض. انا شايف العمل الحاجة دي، دي الطبولة بتاعتنا R1 R2 R3. انا اجي اعمل كونفريشن لو ما بعد ما عملت اي حاجه، فقط تديت المنافس لايف ادريس، فدي شبكه 12، دي شبكه شنو 13، ودي شبكه شنو 23. المنفذ ده هنا 0/0 مؤخذ 1، ودي مؤخذ شنو دوت 1 3 3 2 2. اول حاجه لما نجي نخش المستوى شنو R1 انيبل. طيب شو اي بي انترفيس بريف، نشوف اولها شنو المنافذ بتاعي شغاله كيف مع بعض. فعندي 2.0/0 مواقع الاي بي ادريس 12.1 هارد تو اب اب، عندي شنو 0/1 مواقع الاي بي ادريس 13.1 هارد شنو اب اب، بمعنى شنو العمليه شنو. طيب لو جيت عملت شو اي بي راوت، طيب قال لي شنو؟ قال لك عندي شنو؟ عندي شبكات دايركت كونكتد فقط، شبكات شنو؟ دايركت كونكتد. نفس العملية لما نيجي هنا على مستوى شنو؟ المستوى R2 هنا ذاته هيكون في شنو؟ هيكون في نفس الكيفية، ما هيكون في أي حاجة جديدة. شو
اي بي او اس شو اي بي راوت فقط، هيجيب لي شنو شبكات مباشر. طيب انا موجود مسارته هنا كونفيج تي راوتر او اس بي اف 1، راوتر او اس بي اف 1 بعد ان الشبكات بتاعي متصله مع الدايركت كونكتد. يعني انا عندي كم شبكه هنا؟ عندي كم شبكه هنا يا شباب؟ انا عندي شنو؟ عندي شبكه 12 وعندي شبكه شنو؟ 23. بمعنى بعد ان الشبكات بتاعي الاثنين دي مع بعض المستوى شنو؟ المستوى ار شنو؟ ار 2. فبيقول نتورك الشبكات كم؟ 192.168 دوت 12 دوت 0. طيب طالما هو 16.24 بمعنى الواير كارد ده بيكون شنو؟ 0 دوت 0 دوت 0 دوت شنو؟ 255. ده الواير كارد بتاعي بعد ده بيقول لي شنو؟ اريا 0 اريا 0. دي اول شبكه اعلنت شنو؟ انه الشبكه الثانيه عباره عن شبكه كم؟ 23 نتورك. هي شبكه كم؟ 192 168 دوت 23 دوت 0 برضه وايل كار 0 دوت 0 دوت 0 دوت شنو 255 برضه قلنا شنو اريا 0. طيب لو ملاحظين لحد الان ما في اي مسج جات، المسج اللي قلنا بتجي بعد ما انت بتحيل الاو اس بي ما في مسج جات، لانه اصلا للان لسه شنو النيبر ما تم، لانه انا فعلت الاو اس بي فالمستوى شنو انترفيس واحد، المستوى راوتر واحد بس. فمجرد لاحظ ما مجرد ما انا اطلع من الراوتر ده وامشي هناك لراوتر كم؟ لراوتر 1 وابدا الشغل الاو اس بي اف، هو فاعل الاو اس بي اف. مجرد ما فاعل الاو اس بي اف كونفيج تي كونفيج تي يقول لي راوتر او اس بي اف 1 لاحظ معي نتورك لكم. طبعا لاحظ برضو حتى لو انا فعلت الاو اس بي اف لسه ما اعلنت عن شبكه معينه، بمعنى المنفذ المفروض يرسل من خلاله الاو اس بي اف لسه شنو؟ لسه انا ما عرفته. فمجرد ما انا اجي اعرف شنو الشبكه بتاعي، بمعنى الشبكه ال 12 اللي هنا متصل مع ار 2 اول ايو ار 2 192.168.12.0 دوت 12 دوت 0 وايت كارد بتاعه 0 دوت 0 دوت 0 دوت 255 اريا 0 كده. المفروض شنو؟ المفروض اقل من كم ثانيه كده تجيني شنو؟ تجيني مسج بتاع شنو؟ بتاع الاو اس بي اف. ملاحظين دي المسج اللي قلناها طوال شنو؟ قريته شنو؟ وصلت عندي هنا بعد، بمعنى شنو؟ النيبر تم شنو؟ تم بطريقه شنو؟ نافعه، لانه هناك عندنا او اس بي اف في ار 1 وفي ار 2 عندنا شنو؟ او اس بي اف، وعلنت عن الشبكه بتاعي المستوى شنو؟ المستوى المنفصل المتصل مع بعد شبكه بتاع شبكه 12 يبقى شنو؟ في نيبر حاصل. طيب نتورك للشبكه الثانيه هنا الشبكه المتصله مع ار شنو؟ ار 3 192.168 دوت 13 دوت 0 0 دوت 0 دوت 0 دوت 255 اريا 0. هنا شنو؟ الادفتايز لسه ما تم يعني، وما احتاجين شنو؟ مسج. ما لم شنو امشي وين؟ امشي على المستوى شنو؟ ار 3 وابدا اعدل من الشبكات بتاعي، وتجيني برضه شنو؟ هتجيني برضه شنو؟ نيبر. طيب كونفيج تي للشبكه كم؟ اول حاجه راوتر او اس بي اف 1، طبعا قلنا رقم ما بيختلف، ممكن يكون رقم ثاني يعني، يعني ما بيأثر يعني لو في رقم مختلف. نتورك اول حاجه نعلن ان الشبكه كم؟ 13 عشان نشيل النيبر بين شنو مع الار 1 192.168 دوت 13 دوت 0 0 دوت 0 دوت 0 دوت 255 اريا 0 كده. هتجيني شنو؟ هتجيني مسج بتاع شنو؟ بتاعت الـ OSBF من شنو؟ من R شنو؟ من R1. طيب نواصل مع بعض. نتورك للشبكة كم؟ 192. ملاحظين ده المسجات، ده المسجات. طيب نتورك للمسج ده جاتني من منو؟ جاتني من شنو؟ من كم؟ من 13.1 يعني من R كم؟ من R1. طيب نفعل هنا عشان تجيني شنو؟ مسج من شنو؟ من R شنو؟ من R2. 192.168 دوت 23 دوت 0 0 دوت 0 دوت 0 دوت 255 اريا 0. طيب برضه هتجيني شنو؟ هتجيني مسج من ار 2 على مستوى شنو؟ على مستوى شبكه 23. هو بس بياخد ثواني ده المسج يعني. طيب لو قلت هنا على مستوى شنو؟ على مستوى ار 3 عملت شو لايس ماي اي بي او اس بي اف نيبر، هيقول لي شنو؟ عندك كم نيبر؟ عندي 2 نيبر،
اول نيبر الاي دي بتاعه كم؟ نيبر الاي دي بتاعه كم؟ 192 162 دوت 23 دوت شنو؟ دوت 2. بمعنى ده منو؟ ده ار 2. ده شنو؟ ده ار 2. طيب النيبر الثاني بتاعي عباره عن كم؟ 192 162 دوت 13 دوت شنو؟ 1 دوت شنو؟ ار شنو؟ ار 1. دي التفاصيل بتاع شنو؟ دي التفاصيل والتفاصيل بتاع شنو؟ بتاع النيبر. طيب كيف بيتم اختيار الاي دي؟ ده نشوفه في الليسون الجاي. وجينا برضه وقفنا هنا مع بعض، وقفنا هنا برضه قلنا له شو اي بي او اس بي اف نيبر. برضه قلنا شنو؟ عندنا تو نيبر. اول نيبر عباره عن شنو؟ عباره عن ار 1. ثاني نيبر عباره عن شنو؟ عباره عن ار شنو؟ ار 3. هنا برضه نجيب في المستوى شنو؟ ار 1. برضه نعمل شنو؟ شو اي بي او اس بي اف نيبر. برضه نجيب تو نيبر. النيبر الاول عباره عن شنو؟ عباره عن ار 3. النيبر الثاني ار شنو؟ ار 2. طيب لو جينا عملنا شو اي بي راوت، لاحظ معي هنرجع عندنا شنو؟ هنرجع عندنا لاحظ معي انا موجود في ار كم؟ ار 1. اول حاجه عندي شنو؟ عندي شبكتين شنو؟ دايركت كونكت معي. طيب شايف بالاو اس بي اف، او اس بي اف مودني لشبكه 192.168.13.0.16.20 دوت 13 دوت 0 16 20. طبعا دي الاي دي ودي التكلفه. قال الشبكه دي انت شايفها من خلال شنو؟ من خلال 192.168.12.2 دوت 12 دوت 2. يعني الشبكه دي شبكه 13 دي انت هتشيله من خلال شبكه 12 دوت 2، وهتشيله من خلال شبكه كم؟ شبكه 192.168.13 دوت شنو؟ دوت 3. اي هتشيله من خلال 0.0 وهتشيله من خلال شنو؟ 0 سلاش كم؟ بمعنى هنا شنو؟ الزول ده خدت لنا في الراوتنج تيبل مسارين. ليه خدت مسارين في الراوتنج تيبل؟ لانه تساوت. يعني عندي شنو؟ عندي مسارين بتكاليف متوحده، يعني انه المسار ده مع المسار دي سوا. يعني اذا تساوت المسارات ففي امكان انه شنو؟ انه يعمل لك حاجه اسمه لود بالانسنج، توزيع الترافيك. فباي ديفولت بيعمل لود بالانسنج لاربع مسارات، لاربع باث الاو اس بي اف. لو توفرت عندك مسارات فبعمل شنو؟ لود بالانسنج شنو؟ اربع شنو؟ اربع باث. فعلا هو عمل شنو؟ عمل لود بالانسنج شنو؟ ل ثلاثة شنو؟ لمسارين، اللي هي المسار ده ومسار شنو؟ مسار الثاني بهنا. فدي الطريقة بتاع شنو؟ دي العمل اللي بيقوم بيها شنو؟ الاو اس بي اف. حتى لو جينا وقفنا هنا ذاته، جينا قلنا شنو؟ شو اي بي راوت، برضه هيجيب لي شنو؟ برضه هيجيب لي المسارات الدايركت كونكتد المسار والاو اس بي اف. الاو يعني شنو؟ الاو اس بي اف. وجينا عملنا شو اي بي او اس بي اف بروتوكول. بروتوكول طيب شو اي بي بروتوكول؟ شو اي بي محتاج بس الكوماند. ايوه شو اي بي بروتوكول. طيب بس عايز اوريكم الراوتر اي دي ده شنو. ده الراوتر اي دي لشنو؟ ل ار شنو؟ ار 3. نجيب ده الدين ان شاء الله ونواصل في الاسم الجاي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله.